نظمت جمعية إرادة وأمل لأطفال السكري بالتعاون مع جمعية إعانة أطفال السكري وهران ومصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي وهران ملتقا دراسيا تكوينيا بفندق مدريد ببنيصاف تحت شعار الأسرة ومرض السكري عند الأطفال. بمناسبة اليوم العالمي اللي هو للسكري اللي هو 14 نوفمبر من كل سنة، هذا اليوم اللي هو يوم للتوعية، يوم للتشخيص المبكر وكذلك للتربية العلاجية، قامت جمعيتنا جمعية إرادة وأمل وهذا بمساعدة جمعية إعانة مرضى السكري لولاية وهران وكذلك المستشفى الجامعي، المستشفى الجامعي وهران سيرفيس دو بيدياتريسي تحت الرعاية السامية للوالي بملتقى من يوم يتكون من يومين، هو يوم 11 و 12. اليوم الأول فيه التربية العلاجية بالنسبة للأمهات أطفال السكري، وشملت هذا أمهات الأطفال بالنسبة يعني الأطفال المنخرطين في الجمعية، جمعية إرادة وأمل يعني من مدينة بنيصاف وكذلك من كافة أنحاء ولاية عين تيموش أنت، وكذلك الأطفال درنا لهم كذلك حصصنا لهم حصص للترفيه للرسم للتعليم كذلك بصفة مبسطة. تحت شعار الأسرة ومرض السكري عند الأطفال جينا نقدمو pour faire quelques activités avec l'association d'aide aux enfants diabétiques, présenter faire quelques activités aux enfants et en même temps présenter des activités ludiques li يعلموهم كيفاش يتعاملوا مع السكر تاعهم depuis leur plus jeune âge parce que le مرض تاع ديابيت ما يمنعهمش باش ياكلوا باش يديروا سبور باش ينجحوا في حياتهم، مي اون ميم طون لقيو اون بون باز لي يبداو عليها يتعلموا كيفاش ياكلوا قيساش وين تا يديروا سبور كيفاش يديروا سبور باش يقدوا يعيشوا اون في بلان كوم تو لي زونفون نورمال. التكوين كان ما شاء الله جو دي ميدسان بيدياتر يعني اطباء اطفال اللي مدوا نصائح مهمه سورتو للامهات كيفاش تتعامل مع المرض، كيفاش يكونوا المضاعفات المرض، كيفاش تتحمل، كيفاش تكون نفسية ولدها وكيفاش تتعامل معاها، يعني كان يوم ما شاء الله والناس دات فيها بزاف نصائح. جمعية إرادة وأمل أعطت لمرض السكري عند الأطفال معنى آخر وبصمت على العمل الجمعوي الحقيقي في ظرف وجيز.